بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بدخول مجاميع مسلحة من الحدود السورية مستغلين انشغال البلد بفيروس كورونا، انطلقت عملية ربيع الانتصار الكبرى بمشاركة قطاعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي من قيادة عمليات صلاح الدين ونينوى لتطهير الجزيرة بين المحافظتين. كما شرعت قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وفرقة من الرد السريع ولواء بالحشد الشعبي بالتنسيق مع قوات البيشمركة بتفتيش السلسلة الجبلية شرقية قضاء طوس باتجاه حقل بلقانة، وتمكنت من تدمير 24 وكرا للإرهابيين احتوت على مواد متفجرة ولوجستية مختلفة.